وللمتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية. أستاذ طارق، يعني من الواضح توجيهات قيادتي البلدين لدعم التعاون فيما بينهما في عدة مجالات، كيف ترى هذه الزيارة وتأثيرها على مستقبل التعاون المشترك في ضوء الاتفاقيات التي تم توقيعها؟ يعني بالفعل هذه الزيارة زيارة مهمة، خاصة في هذا التوقيت وفي هذه اللحظة التاريخية الفارقة وفي ظل هذه الأوضاع الإقليمية. وأتصور أن السياسة المصرية والدبلوماسية المصرية بتسعى دائما إلى مثل هذه التوافقات السياسية، لأن التوافق السياسي دائما ما يؤتي أكل الاقتصادية والاستثمارية، فلا يمكن أن يتحقق التعاون الاقتصادي وينتج في مجالاته المختلفة إلا إذا كانت هناك أرضية سياسية واحدة، إلا إذا كان هناك توافق سياسي، إلا إذا كان هناك يعني هذا الإلهام، إلهام الزعامة وكيمياء الزعامة التي تحرص على نسج مثل هكذا علاقات مع كافة دول العالم. الدبلوماسية المصرية وباعتبار القائد السيسي وقائد هذه السياسة الخارجية، القائد الأعلى لهذه السياسة الخارجية، هو حريص على أن يطوي الأرض دبلوماسيا وأن تنفتح العلاقات المصرية ليس فقط على دول بعينها وعلى توجه بعينه، وإنما على كافة دول العالم شرقا وغربا شمالا وجنوبا. طيب، فيما يتعلق أستاذ طارق بخصوصية العلاقات بين مصر وأذربيجان، هل ترى أن هذه العلاقات بالفعل في العام الماضي أخذت منحنى جديد بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخية إلى باكو، واليوم بعد زيارة الرئيس الأدري وهذا الزخم في مجالات التعاون فيما بين البلدين وحرص الرئيسين على دورية انعقاد لجان التعاون المشتركة ومنتديات رجال الأعمال المصريين والأدريين؟ بالفعل هو أول رئيس مصري يزور باكو في يناير الماضي 2023، وأتصور أنه يعني هذه الزيارة تأتي تأكيدا على ما تم التوصل إليه والسعي من جانب القيادتين إلى تفعيل وتعظيم ما تم التوصل إليه. وأتصور أن الدولة المصرية بميراثها الدبلوماسي التليد، هي تم الاعتراف فورا بدولة أذربيجان فور انفصاله عن الاتحاد السوفيتي السابق، وكانت هذه العلاقات، ولكن هذا الزخم وهذه القوة أعطتها قيادة الدولة المصرية. الرئيس السيسي هو الذي أعطى يعني هذا الزخم وهذه القوة. وأتصور بالفعل كما تفضلت أنه يعني هذه اللقاءات وهذا التوافق وهذا الانسجام من المفروض أن ينتقل إلى المستويات والمجالات الأخرى والمستويات الأقل، وأتصور أن ينتقل هذا النجاح وينتقل هذا التوافق وهذه اللقاءات وهذه الرؤية وتترجم إلى تعاون مشترك، إلى مشروعات اقتصادية. أتصور أن هذه فلسفة السياسة الخارجية المصرية الآن هي العمل على كل ما من شأنه أن يعود بالنفع على المواطن، على الشعب، على شعوب هذه المنطقة. وأتصور أيضا أنه في سمت واضح تتميز به هذه السياسة الدبلوماسية المصرية هي ديمومة واستمرارية ذاك التنسيق والتعاون بما يحقق النتائج والمتابعة، ليس زيارة وفقط، وإنما زيارات متعددة، جولات متعددة، لقاءات متعددة ومستمرة. وهذه اللقاءات من شأنها أن تتعرف على إن كانت هناك صعوبات أو مشكلات في تنفيذ ما تم التوصل إليه. وأتصور أن كل هذا نتيجة هذه السياسة الخارجية وهذه الجمهورية الجديدة. فأتصور أن القيادة السياسية هي رائدة المشروعات القومية العملاقة. الرئيس السيسي عراه بالإصلاح والتحديث والتطوير. أتصور أن القيادة السياسية امتهنت النجاحات والإنجازات، أصبحت هذه يعني مهنتها، حرفتها، دربتها. لذلك كان هذا الحرص على هذه اللقاءات. نعم. وجدنا لقاءات من قبل مع الرئيس الصيني، مع كل الشركاء
ومع كل القيادات العالمية، يعني حرصا من الدولة المصرية على أن تنقل إلى مصر هذه الخبرات، الخبرات التنموية، الخبرات التكنولوجية، كل هذه الخبرات من أجل هذه النهضة التي تحدث في الدولة المصرية. طيب، هناك مجالات واعدة تنتظر تعزيز الشراكة بين مصر وأذربيجان بجانب ما تم توقيعه من اتفاقيات مثل مجال التصنيع الدوائي. في رأيك يعني هل يمكن تبادل الخبرات في هذا الجانب أن يصب في يعني ما تطرحه أنت من سياسة مصر الخارجية الهادفة إلى دعم علاقتها مع كافة دول العالم؟ بالفعل، يعني هذه اللقاءات وعلى مستوى القيادات والدعامات للتعرف على كيف يمكن يعني تحقيق الاستفادة القصوى وتبادل المنافع ما بين البلدين. فكما أشرت، مصر يعني رائدة في هذه الصناعات الدوائية، تستطيع أن تفيد الجانب الأذري. أيضا فيما يتعلق بأذربيجان، لها هذه الخبرات في مجال الزراعة وتكنولوجيات الزراعة. أيضا فيما يتعلق بمجال مشترك ممكن أن يتحقق فيه الكثير من النتائج، مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. أيضا المجالات عديدة وواعدة، والعبرة دائما بالقيادة السياسية، العبرة دائما بالرأس، لأن الرأس والقيادة السياسية عندما تحقق هذا التوافق السياسي وتتوصل إلى أرضية سياسية استراتيجية واحدة، يكون من السهل بعد ذلك التعرف على المجالات الاقتصادية والاستثمارية والفرص الواعدة المتاحة وتبادل مثل هكذا خبرات، لأن مصر دولة كبيرة رائدة حققت هذه البنية التحتية بعد أن قضت على الإرهاب. وتصور أن يعني انطلاق مصر بسرعة القطار الكهربائي في ظل هذه الظروف، رغم ذلك لها هذه النجاحات ولها ذاك التقدم في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مجال الهيدروجين الأخضر، البنية التحتية، الذكاء الاصطناعي، ووحدة البيانات ومركزية البيانات، حتى يستطيع يعني صانع القرار أن يعني يخطط ويخطط لما سيتم مستقبلا. يعني كل ذلك يؤهل الدولة المصرية لعقد مثل هكذا شراكات. لذلك كان طبيعيا أن يحرص العالم كله على نسج العلاقات الاستراتيجية الشاملة المتكاملة مع الدولة المصرية. شاهدنا ذلك مع الصين، مع الهند، مع اليابان، مع الاتحاد كل العالم حريص على هذه العلاقات الاستراتيجية مع الدولة المصرية. وأيضا مصر تتحرك وبقوة وتذهب إلى دول لم نكن نسمع عنها، بما فيتنام، أذربيجان، كل العالم. مصر منفتحة، مروحة علاقاتها الدبلوماسية الخارجية منفتحة على الجميع، وتحقق هذه النجاحات على المستوى الداخلي، وتريد أن تترجم على المستوى الخارجي بما يعود بالنفع، لأن الأمور كلها مرتبطة ببعضها البعض، والنجاحات مرتبطة ومعدية. أتصور أن نعم، وضحت فكرتك. أستاذ طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، شكرا لك جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف.